منظمة الصحة العالمية بتقول إن كل سنة بيتم اكتشاف من فيروسين لخمس فيروسات بيكونوا حيوانية المنشأ، أو بيكون بيتم يعني اكتشافهم بداية في الحيوان وفيما بعد ممكن ينتقلوا للإنسان. فلما نتكلم سنويا في خمس فيروسات فهذا رقم كبير، وما زالت تحذيرات المنظمة مستمرة كل سنة. والحقيقة احنا خدنا تجارب كتيرة قوي مع هذه الفيروسات وهذه الأمراض، يمكن آخرهم فيروس كورونا، وما ننساش أيضا أمراض كتير زي إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وكل هذه الأمراض اللي كان منشأها في البداية حيوان. إزاي الموضوع بيتم اكتشافه، خطورة هذا الأمر، إزاي أنا كإنسان أو كشخص أعرف إن أنا أحافظ على نفسي من يعني الإصابة بمثل هذه العدوى. بكل تأكيد اللي ممكن يكلمنا عن هذا الموضوع بشكل دقيق، لأن هما بيكونوا خط الدفاع بالنسبة للإنسان في مواجهة هذه الفيروسات، الأطباء البيطريين. بشرفنا يكون موجود معنا الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. لما نتكلم على أن سنويا بيكون في من 2 لـ5 فيروسات، فهذا رقم كبير جدا، وأن هم يكونوا في البداية عند الحيوان وبعد كده ينتقل بقى للإنسان بأشكال مختلفة. احنا عايزين نفهم الأول يعني إيه فيروس منشأه الحيوان، وليه هذا الفيروس ممكن ينتقل للإنسان يا دكتور؟ هو حضرتك بس خلينا يعني ننتهز الفرصة أن احنا نهنئ الشعب المصري على نجاح الانتخابات الرئاسية، إنها كانت بشكل حضاري يشرفنا كدولة وسط دول العالم وبين المجتمع الدولي، والحضور المكثف والنجاح اللي حصل. ونهنئ فخامة الرئيس بفترة الولاية الثالثة باسم الأطباء البيطريين وباسم جموع الشعب المصري. الشيء الثاني، حضرتك لمستي وتر مهم جدا ألا وهو صحة الإنسان في العالم. احنا كنا التملي يعني بنقول اذا كان الطبيب البشري هو طبيب الانسان، فالطبيب البيطري هو طبيب الانسانيه، لانه مسؤول عن صحه الانسان والحيوان على حد سواء. الدور الوقائي للطب البيطري دور مهم جدا جدا جدا، وحال قيام الاطباء البيطريين بهذا الدور بالعدد المناسب بالكفاءه المطلوبه سيتم وقايه العالم من كثير من الامراض. احنا عندنا في الكليات في قسم اسمه قسم الامراض المشتركه، القسم ده بيدرس الأمراض اللي بتتنقل من الحيوان للإنسان وطرق العدوى والكلام ده كله، وصل فوق 250 وقد يقترب من 300 مرض ما بين فيروسي وبكتيري المنشأ وفطري. الكلام ده بعض الأمراض دي منها ما هو قاتل، منها ما هو مسبب للوفاة، يعني الرقم تخطى 100 مرض 250 فأكثر. فبالتالي إذن الموضوع ما هوش موضوع سهل، ولا موضوع يجب ألا يمر مرور الكرام على أذهاننا وعلى مسامعنا. تحذير منظمة الصحة العالمية بيؤكد على حاجة مهمة جدا، أن الطبيب البيطري له دور مهم جدا، والطب البيطري له دور مهم جدا في حفظ والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان بشكل عام. يعني هنقول مثلا على سبيل المثال من ضمن الأمراض السل. السل اللي بيتنقل من الـ من الـ الحيوان للإنسان. طيب لو النهارده ضمننا ان مفيش مسبوحات هتبقى خارج المجازر، خارج النطاق الشرعي، وبالتالي هيبقى المجازر او المسالخ حسب ما تسمى في كل دوله، في اطباء بيطريين قائمين على العمل مدربين واكفاء بيكشفوا على الحاله قبل الذبيح وبعد الذبح، وبيشوف الاجزاء المصابه، لو في اجزاء مصابه بتتعدم، لو كلها بتتعدم أو جزء منها حسب الأجزاء المصابة بعد ما يكشفوا عليها ويشوفوا الأماكن الإصابة، بيتم بعد كده تعويض صاحب الحالة سواء كان جزار أو مربي صاحب الحالة. في اللي بيكتشف الموضوع أو اللي ممكن يوقف انتشار هذا المرض هو الطبيب البيطري. طبعا طبعا. إيه تاني من الأمراض؟ مرض طيب مرض يا دكتور، غير البروسيلا مثلا، دي بتتنقل على من الحيوان للإنسان. اسمه ايه تاني؟ البروسيلا. تمام. كتير احنا كتير مننا يعني دي ده من ضمن الامراض بتاعه اصابات العمل بالنسبه لنا احنا، يعني كتير جدا من الاطباء البيطريين بيجيلوا البروسيلا وليها اعراضها السيئه بالنسبه لنا. لكن هي إيه مش المرض بشكل سريع يعني البروسيلا. يعني خليني اقول لحضرتك حاجه، البروسيلا مثلا يعني من بيتنقل يا اما عن طريق مثلا شرب الألبان الغير مغلية،
يعني لازم اللبن يتغلي. في ناس بتستسهل وبتشرب اللبن مثلا من غير ما تغليه. حتى يا دكتور طيب علشان دي نقطة مهمة، لو اللبن ده اللي هو المعلبات، ولا حضرتك بتتكلم على اللبن اللي هو بيجي من الحيوان مباشرة؟ المعلب المفروض انه مبستر. يعني لو مش مبستر دي تبقى مشكلة، لكن هو اكيد كل الشركات اللي ما قائمة على العمل ده، لكن في ناس بتشرب دايركت يعني من بتاخد من الحيوان ما تغليش مثلا، فده او اللي هو بيتباع باليد لو مش مغلي بشكل كويس. اللي بنقول عليه السايب بالظبط كده. فده جزء كبير جدا بيعمل زي صداع وضعف عام وعرق وارتعاشات والام في المفاصل اكتر، لكن نسبه الوفيات فيه ضعيفه جدا. لكن في الاول وفي الاخر هو مرض منتشر وبيتنقل بسرعه، وبالنسبه للحيوانات احنا بنتعامل معاها لو في حالات مصابه بتستبعد من القطعان يعني او من المزارع او بتعدم، على اساس انه لانه المزرعه اللي بيكتشف فيها الكلام ده طبقا للقوانين واللوائح المطبقه بتتقفل ويتمنع انتاجها ويتعدم او ما يستخدمش استخدام بشري. بنتكلم على الامراض دي موجوده بالفعل عندنا في مصر، لكن طبعا مع جهود القطاع الطبي الطب البيطري بيكافح بقدر الامكان انتشار هذه الامراض، لكن هي موجوده في مصر. في مرض تاني مثل الحمى القلاعيه برضه، ده بينتشر في فترات كتيرة من السنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والأطباء البيطريين اللي هي الفيترينيرن أوثوريتي يعني السلطة البيطرية في مصر، هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية بيقوموا بحملات تحصين. وحاليا كانت زمان حملات تحصين موسمية، يعني ممكن تبقى حملة مثلا في الصيف وحملة في الشتاء حسب نوع الوباء أو الأمراض. لا دلوقتي احنا على مدار ال 12 شهر تقريبا بنشتغل تحصين بشكل يومي، حمى الثلاث أيام، حمى الواد متصدع، الحمى القلاعية، حاجات كتير من الأمراض بيقوم الأطباء البيطريين على العمل على طرق الوقاية منها أو تحصين الثروة الحيوانية. طيب خلينا نقف شويه في فكره التعامل يا دكتور استاذنك، وهل بيتم التعامل فقط في مراحل الاكتشاف وبتحاولوا تكافحوا في هذه المرحله؟ لان احنا شفنا فيروس كورونا ان هو احدث طفرات وبدا ان هو يجدد من نفسه، وانه بقى فيه اكتر من نسخه خلينا نقول من هذا الفيروس، ففكره بقى تحور الفيروس او المرض نفسه ازاي بتتعاملوا مع المرض؟ هل في كافه المراحل؟ هل بتوقفوا تطوره ولا يعني قصه بيكون ازاي؟ بيحصل حاجتين يا فندم. الحاجه الاولانيه انه لما بيكتشف مرض جديد طبعا بيتعزل الفيروس وبيروح المعامل، عندنا معهد بحوث صحة الحيوان معهد قوي جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بأقسامه المختلفة، وبيتعزل الفيروس وبيتعمل منه فاكسين، وبعدين بيروح معهد الأمصال واللقاحات يتعمل الفاكسين. عندنا برضو معهد في مصر متميز جدا، معهد الأمصال واللقاحات له حوالي أكتر ما يقرب من 100 سنة موجود في مصر، ده أقدم معهد في الشرق الأوسط وأفريقيا. بيتعزل وبعدين بيتعمل عليه اختبارات، وبعد الاختبارات دي بيتم طرحه واستخدامه على المستوى المحلي. طبعا لما بنعزل الفيروس محليا ده بيخلي الفاكسين اللي بيطلع بيبقى أقوى لأنه معزول من نفس العترة اللي موجود. في طبعا لقاحات مستوردة ممكن تكون معزولة من فيروسات موجودة في دول أخرى، ده برضو بيخلينا دي أهميتها بتيجي من إحنا بنستورد جزء كبير من اللحوم الحمراء مثلا على سبيل المثال اللي بنستهلكها. عندنا ما يقارب حوالي 45-50% من اللحوم الحمراء من استهلاكنا فيها بنستورد، فلازم بيبقى في حاجة اسمها الموقف الوبائي، لازم في كل دولة بنستورد منها بنفحص الموقف الوبائي. وطبعا منظمة الصحة العالمية البيطرية بتشترط على كل الدول الإعلان بشكل شفاف وصريح عن الموقف الوبائي عندها، عشان لو في دول بتستورد منها أو بتستهلك تاخد الإجراءات الاحترازية أو ما تستوردش طبعا. يعني المفروض أنه مثلا يبقى في وباء معين منتشر في دولة ما بيعلنوا ده فيقف الاستيراد منها. في دول أحيانا ما بتكونش يعني عندها مستوى الشفافية والوضوح ده موجود فممكن نستورد ده، وده حصل يعني السنة اللي فاتت في عترة في الحمى القلاعية جت في 22 في مصر كانت استيراد، لم يتضح الموقف الوبائي بشكل واضح من الدولة اللي تم الاستيراد منها، فده خلى في وباء جه. لكن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمديرية الطب البيطري بزملائنا وزميلاتنا في المديريات على مستوى الجمهورية الحقيقة يعني خدوا حملة استمرت لعدة شهور
للقضاء على الوباء ده. بس هو خسرنا في الثروة الحيوانية عدد كبير، يعني ما يقرب من 300 ألف رأس، وده يجرنا أو يدخلنا في مدخل آخر، انعكاس ده على الاقتصاد القومي. لأن دي ثروة وتقدر بملئات الملايين، فما بالك وإحنا أصلا عندنا ما عندناش اكتفاء ذاتي منها. فإحنا بنستورد وإحنا كمان عندنا إصابة ونفوق في الحيوانات، فدي خسارة اقتصادية فوق التكلفة، مع الأزمة في العملة الصعبة اللي موجودة، مع دي أعباء جديدة على الدولة جديدة. فإحنا النهاردة ده بيوضح بشكل واضح جدا وبيأكد أهمية الدور الوقائي. بعيد عن الكلمة تاني أكتر من مرة، الدور الوقائي للطب البيطري يسبق الدور الوقائي للطب البشري، يسبق العلاج، لأنه النهاردة الوقاية خير من العلاج حسب ما كل القاعدة العامة بتقول. فأنا النهاردة بوفر مش بس في أمراض، أنا بوفر في كفاءة المواطن اللي ممكن يكون معتل الصحة ولا قديش عمله بكفاءة، سواء كان في مصنع أو في مدرسة أو في مصنع أو في غير في أي مكان فيه بيؤدي عمله. لو هو مريض، المرض ده بيقلل من كفاءته وبيتنقل المرض ممكن من إنسان لإنسان آخر، وبالتالي العملية بتبقى صعبة. يعني لو اعتقدنا مثلا أو حسبنا حسبة بسيطة، لو في يعني ذكر ذبح عجل مثلا، ذبح وحوالي مثلا 600-700 كيلو، نسبة التصافي والتشافي فيه تقريبا النص. طيب اللحوم دي لو كل كيلو لحمة مثلا لو أكلوا أسرة أكلوا أربعة مثلا ولا خمسة، وكان مصاب بسل ولا حاجة زي كده واتنقل لجزء منهم، انتشار واسع طبعا للمرض. ده غير ان هو بيخلي الجسم نفسه ما يؤديش عمله بكفاءة، ممكن يقعد في البيت خالص، ممكن المناعة بتقل وبيضعف وحاجات زي كده. فبالتالي إذن يعني بنتكلم في ضرر يعني اقتصادي مش بس خاص ب يعني الإهدار أو الفقد اللي بيحصل في المشاة، لكن كمان المواطن نفسه أو الشخص نفسه بيفقد القدرة على أداء عمله، فبالتالي بيحصل هو كمان أضرار اقتصادية، حياته الطبيعية بتختل. نيجي لكده نقول كمان حاجة تانية، طب أنا بوفر في إيه؟ بوفر في العلاج. ما هو في أمراض من دي بتاخد شهور علاج، يعني السل ما بيتعالجش في أسبوع ولا شهر ولا حاجة. وبالتالي إذن أنت كمان بتكلف الدولة أو بتكلف المواطن نفسه تكلفة اقتصادية أخرى، بتخليه يعيش في معزل بعض الشيء عن أهله. ده بيسبب بقى كآبات وحاجات تانية، أمراض أخرى، بغير أنك أنت بتبقى محتاج أسرة في مستشفيات، عدد تمريض، عدد أطباء، يعني حاجات كتيرة جدا تكلفتها في القطاع الصحي. التكلفة دلوقتي بقت غالية جدا، الأدوية نفسها بقت غالية، فعيب يعني. ده يخليني أستأذنك في أن أنا أتكلم على نقطة مهمة جدا. اتفضل. تعيين الأطباء البيطريين توقف من سنة 94. إحنا النهاردة بنقول عندنا 29 سنة ما فيش تعيين منتظم لأطباء البيطريين خالص. وقف، حصل تجريف لعدد الأطباء البيطريين في القطاع الحكومي الرسمي، وبالتالي انت الامراض بتكتر زي ما حضرتك قلتي في مقدمه البرنامج. منظمه الصحه العالميه بتقول كمؤشرات انه من 2-5 نوع فيروس جديد سنوي. او طفرات بتيجي سنويا. اذا المفروض ان انا اكون جايب العدد او معين العدد المناسب ومدرب التدريب المناسب اللي يخليه يؤدي عمله بكفاءه، فيقي الشعب المصري أو العالم بصفة عامة من أمراض قد تكون خطيرة ومنها ما هو قاتل، زي ما حضرتك ذكرتي في مقدمة البرنامج الفيروس كورونا مثلا على سبيل المثال، أو الكوفيد حصد كتير، وقف العالم كله، ملايين من الناس يعني، والعالم كله بقت المطارات مهجورة والشوارع مهجورة وكل الناس لزمت بيوتها، وحصل حظر تجوال لفترات والله أعلم كان مداها ممكن يصل لفين لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمنا بأنه أنتج تحصين الفاكسين أو اللقاحات. طب دكتور، مفيش أي حل حصل من التسعينات لحد دلوقتي؟ مفيش أي تغيير في ملف التعيينات الخاص بالأطباء البيطريين؟ الحقيقة نادينا كثيرا، ومن هنا يعني بعد ما تهنئتي لفخامة الرئيس، وأنا أعلم مدى حرصه الشديد على سلامة الشعب المصري وحرصه على مصر، بنجد ومنجدة، وهو وأعلم مدى اهتمامه بتنمية الثروة الحيوانية التي أشار إليها في أكثر من محفل. أنا شرفت بأن أنا بكون حاضر في كثير من هذه المحافل. فخامة الرئيس بيشدد على تنمية الثروة الحيوانية، تحسين الوراثي،
زيادة إنتاجية معدلات الألبان. مزارع كتير جدا فخامة الرئيس أمر بإنشائها والدولة أنشأتها بغية إن احنا نصل للاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي مع الحفاظ على صحة الحيوان بشكل مناسب بحيث يقدم كغذاء كبروتين من أصل حيواني. خليني أقول لحضرتك معلومة برضو إن البروتين من أصل حيواني يمثل ما يقرب من 50% من إجمالي ما يتناوله الإنسان على مدار يومه. عشان كده احنا بنأكد على كلام حضرتك وخطورة الموضوع وأهمية بكل تأكيد القطاع الطبي، وهو بالنسبة لنا يعني الحصن الأول لمواجهة ومكافحة هذه الأمراض. ختاما يا دكتور وسريعا، هل منظمة الصحة العالمية بدأت تحذر أو تعلن اكتشاف أمراض جديدة قد تكون مشابهة لكورونا أو لإنفلونزا الخنازير أو الطيور، يعني مرض انتشاره كبير؟ يعني هو في تحذير بشكل مستمر في أي حاجة بتظهر، لكن ما قالوش في الفترة الأخيرة إن في خطورة تقارب الخطورة اللي كانت في 2020. معلومة أخيرة إنه من أنتج التحصين أو اللقاح لفيروس كورونا عالم روسي بيطري، عالم فيروسات روسي بيطري. ده أول تحصين طلع، عشان برضو نعرف أن الطب البيطري بس مش دوره علاج. طبعا، ولازم نأكد يعني كل واحد ياخد حقه، وده حق الأطباء البيطريين، ونتمنى يكون في حل في أزمة التعيينات. بشكرك جدا، شرفتنا ونورتنا دكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين وأيضا نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. مشاهدينا يا فندم، شكرا. مشاهدينا أيضا شكرا موصول لحضراتكم لمتابعتكم لينا الحلقة النهاردة، ونتمنى أن احنا جميعا ناخد يعني احتياطاتنا بقدر الإمكان، ودائما بنأكد دعمنا لقطاع الطب البيطري لأن الحقيقة دوره لا يقل أهمية الحقيقة عن الطب البشري. بشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم، بكرة لقاءنا بيتجدد الساعة 8 مساء. كنت معاكم يوستينا يوسف، وتصبحوا على ألف خير.